في سياق ذي صلة، قام مجلس المناقصات والمزايدات خلال شهر نوفمبر الماضي بترسية 19 مناقصة لعدد من مشاريع وزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني بتكلفة إجمالية تجاوزت 11 مليون دينار بحريني. وتشمل هذه المشاريع ثلاثة قطاعات رئيسة، هي الطرق والصرف الصحي والمباني والصيانة، والتي تأتي ضمن خطة عمل الوزارة في تنفيذ برنامج الحكومة لتطوير البنية التحتية وتقديم خدمات تلبي تطلعات وحاجات المواطنين وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني.